أحسن الله إليكم. رسالة أخرى وصلت من سائل يقول: ما حكم قول المسلم للمسلم جمعة مباركة في كل جمعة برسائل الجوال أو في المنتديات؟ هذا لا أصل له وهو بدعة، فلا يجوز التهنئة بيوم الجمعة، هذا لم يرد فيه شيء وليس من عمل السلف وهو مبتدع. والمبتدعة يستغلون الآن الجوالات والإنترنتات على ما يذكرون، يستعملونها لترويج البدع بهذه الطريقة. نعم.